أقوال الإمام أبي حنيفة في الإيمان. قال: والإيمان هو الإقرار والتصديق. وقال: الإيمان إقرار باللسان وتصديق بالجنان، وإقرار وحده لا يكون إيمانا. ونقله الطحاوي عن أبي حنيفة الطحاوي الطحاوي عن أبي حنيفة وصاحبيه. وقال أبو حنيفة: والإيمان لا يزيد ولا ينقص. قالت: قوله في عدم زيادة الإيمان قلت ونقصانه قوله ونقصانه وقوله في مسمى الإيمان، وأنه تصديق بالجنان وإقرار باللسان، وأن العمل خارج عن حقيقة الإيمان. قوله هذا هو الفارق بين عقيدة الإمام أبي حنيفة في الإيمان وبين عقيدة سائر أئمة الإسلام، مالك والشافعي وأحمد وإسحاق والبخاري وغيرهم، والحق معهم. وقول أبي حنيفة والحق معهم والقول أبي حنيفة مجانب للصواب، وهو مأجور في الحالين. وقد ذكر ابن عبد البر وابن أبي العز ما يشعر أن أبا حنيفة رجع عن قوله، والله أعلم. أقوال الإمام أبي حنيفة في الصحابة. قال الإمام أبو حنيفة: ولا نذكر أحدا من صحابة الرسول إلا بخير. وقال: ولا نتبرأ من أحد أصحاب الرسول صلى الله عليه وسلم، ولا نوالي أحدا دون أحد. ويقول: مقام أحدهم مع الرسول ويقوم مقام أحدهم مع رسول الله صلى الله عليه وسلم ساعة واحدة خير من عمل أحدنا جميع عمره. جميع عمره. وإن طال وقال ونقر بأن أفضل ونقر بأن أفضل هذه الأئمة بعد نبينا محمد صلى الله عليه وسلم وأبو بكر الصديق، ثم عمر، ثم عثمان، ثم علي رضوان الله عليهم أجمعين. وقال: أفضل الناس بعد رسول الله صلى الله عليه وسلم أبو بكر وعمر وعثمان وعلي، ثم نكفى على جميع أصحاب الرسول. ثم نكف عن جميع أصحاب الرسول لرسول الله صلى الله عليه وسلم إلا بذكر جميل. النهاية عن الكلام. والخصومات في الدين. قال الإمام أبو حنيفة: أصحاب الأهواء في البصرة أصحاب الأهواء في البصرة في البصرة كثير، البصرة في العراق، ودخلتها عشرين
مرات 20 مرة. 20 مرة دخلتها 20 مرة. عيدة دخلتها 20 مرة. ونيفا ونيف ونيف ونيفا وربى أقمت بها وربما أقمت بها أنا أقمت بها عيدة وربما وربما أقمت بها سنة 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 أو أكثر ينبغي سنة فيها سنة أو أكثر أو أقل ظنا أو أقل أو أقل ظنا أن علم الكلام علم الكلام علم الكلام أجل العلوم أجل العلوم أجل العلوم أجل يعني أفضل. وقال كنت أنظر في الكلام حتى بلغت مبلغا يشار إلي فيه يشار إليه بالأصابع وكنا نجلس وكنا نجلس بالقرب من حلقة حماد بن أبي سليمان حماد بن سليمان فجاءتني امرأة فقالت رجل له امرأة رجل له امرأة شو يعني أمه؟ يعني عبدة رجل له امرأة يلا كمل أمه أراد أن يطلقها للسانه كم يطلقها شو؟ يطلقها للسانه اجي يطلقها للسنه يا ابني للسنه كم يطلقها فلما أدر ما أقول فلم أدري ما أقول فأمرتها تسأل حمادا ثم ترجع فتخبرني شوفك فسألت حمادا فقال طلقها وهي طائر من الحيض والجماع تطليقه ثم يتركها حتى تحيض حيضتين فإذا اغتسلت فقد حلت للأزواج فرجعت فأخبرتني فقالت لا حاجة لي في الكلام وأخذت نعلي فجلست إلى حماد وقال لعن الله عمرو بن عبيد فإنه فتح للناس طريق إلى الكلام فيما لا ينفعهم في الكلام فيما لا ينفعهم وسأله رجل قال ما تقول فيما أحدثته للناس في الكلام في الأعراض والأجسام فقال مقالات الفلاسة عليك الفلاسفة عليك الفلاسفة عليك بالأثر والطريق السلف وإياك طريق السلف
وإياك كل محدثة فإنها بدعة. 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 قال حامد. حماد. حماد بن أبي حنيفة. حماد. محمد بن حنيفة. لا حماد. أجينا. حماد. قال حماد بن أبي حنيفة. نعم. قال حماد بن أبي حنيفة. دخل علي أبي يوما وعندي جماعة من أصحاب الكلام ونحن نتناظر في باب قد علت أصواتنا. قد علت أصواتنا. أصواتنا. فعل. أصواتنا. فعل هي. أصواتنا. فلما سمعت. سمعته. سمعت حسة. حسة. حسة في الدار خرجت إليه فقال لي يا حامد من عندك؟ قلت فلان وفلان وفلان وفلان. سميت من كان عندي. قال وفيما أنتم؟ قالت في باب كذا وكذا. قالت ولا قال؟ قالت. فقال لي يا حماد دع الكلام دع الكلام. قال ولم أعهد أبي صاحب تخليط ولا ممن يأمر بالشيء ثم ينهي عنه ينهى عنه. فقالت له يا أبتي ألست فقلت له يا أبتي ألست كنت تأمرني به؟ قال بلى يا بني وأنا اليوم أنهاك عنه. قلت ولما ذاك؟ فقال يا بني إن هؤلاء المختلفين في أبواب من الكلام ممن ترى كانوا على قول واحد والدين واحد حتى نزاغ الشيطان بينهم فألقى بينهم العداوة والاختلاف فتباينوا. وقال أبو حنيفة لأبي يوسف إياك أن تكلم العامة في الأصول الدين من كلام فإنهم قوم يقلدونك فيشتغلون بذلك. هذه طائفة من أقواله. رحمه الله. رحمه الله. وما يعتقده في مسألة الأصول الدين. في مسألة أصول الدين. مسألة أصول الدين ومواقفه من الكلام والمتكلمين. أي صفحة؟ صفحة 19. التاسع عشر. التاسع عشر.